حاجزنا نحن هون تيسير أمور المواطنين من دوار الحيدارية إلى الكاستيلو، يعني نحن إن شاء الله نصار مصار اشتباكات شغلة تصوب حدا لا سمح الله شي شغلة، نحن شغلتنا نروح نسعى في المواطنين ونغطي عليهم مشان نسحب لا سمح الله إذا في جساس في مصابين نسعفهم. يعني طرف شيخ مقصود في قنص علينا، في ضرب، وفي ضرب حتى طيران روسي طيران سوري. طب كفصائل عسكرية شو عملتوا أنتوا حتى تخلوا الطريق يصير آمن أكثر؟ نحن عملنا سواتر، علينا السواتر، حطينا باصات سيارات شغلة مشان تأمين المواطنين، مشان لحدا يصاوب لحدا ينجرح. جيت من طريق الكاستيلو؟ ايه. كيف كان الطريق؟ الحمد لله كويس، ما في شيء. الطريق ما في شيء. طريق آمن؟ آمن. ما في قصف أو قنص على الطريق؟ لا ما في شيء. والله الحمد لله الطريق كاستيلو الحمد لله ما في شيء، طريق آمن. وهلا هاي وصلت أنا. جيت من الريف الغربي. رابط الجيش والدراد هنا الشيعة. احنا الحمد لله مرابطين هون على الطامورة لأي ترد منهم لمنع أي خروقات من قبل النظام ولأي تقدم له. مهمة الشباب الحمد لله عالية جدا جدا. بمليان ثورة، بمليان حرية وكرامة. هاي الوجوه اللي ما قدر بشار الأسد وراها إيران وروسيا وراهم تخاصم كل دول العالم. وين الهدنة؟ شوفوا بعيونكم هاي الدمار، هاي القذائف شيت الأسد اللي وصلت علينا، هاي الهدنة الروسية اللي اتفقت عليها أمريكا وروسيا لتدمير المدنيين.
لقتل الاطفال والنسوان. شوفوا شلون النار احترقت بالبيوت، شوفوا بيوتنا شلون احترقت. هاي اخرتنا، استهدفونا بصواريخ جراد بقذائف هاون من الجبل لهون، طيران حربي نزل على شبونيه دمره. نحن بالجوامع ضربونا ونحن بالجامع، يعني لو بدنا نوصل المناطق اللي انضربت كلها بيوت سكن مدنيه ومسكونه، والحمد لله يعني رب العالمين تلطف. خسائر ماديه كبيره، وكان عندنا شهيد، وفي اصابات، يعني عدد اصابات كبير كان للمدنيين. بنقل مواد إلى أهلنا في الريف الشمالي، وبالعكس نقوم بتيسير أمورهم بنقل المواد إلى الرقة والباب والطبقة. ممكن نعرف منك شو نوعية المواد اللي عفوت لعنا للريف الشمالي لهون على مناطق عزاز؟ عفوت لعنا هون مازوت، غاز، أفيول. بالمقابل شو عفوت لعندكم؟ مواد غذائية. مواد غذائية. الله يعافيك. يا اخي معاملة في الله بس من المعنى حرام، يعني واحد يكذب يصدق حدا، ما بنصدق حدا. طريق كويس، طريق مأمن، حتى اذا واحد بنزل على المكان عم يصيحوا عليه، بيعيطوا عليه، خيي لا تنزل، يكون في لغم في كذا، في عم يساعدونا كثير. اما يعني انه ما جبنا اي ازعاج منه، يعني لا من جيش الحر ولا يعني طريق مأمن، طريق ما انزعجنا فيه، وجيش الحر كمان كويس، يعني ما انه في شيء حدا بياخذ منكم؟ ابدا والله، ولا انسان طلب مننا شيء ابدا ابدا ابدا. شو نوع المواد اللي عم تفوتوها على الشمال؟ مواد محروقات، مازوت، فيول، بنزين، غاز، كل شيء. يعني للساعات هون كذا ناخذ مواد غذائيه من هون، بنجيب فيول بداله من هونيك. بسم الله الرحمن الرحيم، وافضل الصلاه وتم التسليم على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين، تم التنسيق بيننا وبين تنظيم الدوله على فتح معبر انساني لدخول المواد الغذائيه لاهلنا في الباب وفي الدير وفي الرقه المتواجدين في مناطق التنظيم، في المقابل لدخول المحروقات الى مناطق اهلنا في الريف الشمالي، مواد الطحين في المقابل الى اهلنا في منطقه الرقه والباب والدير. المناطق الريف الشمالي شو عم يدخل مواد، يعني شو عم يجينا مواد عن تنظيم الدوله؟ عم يدخل اكثر شيء المواد المعتمد عليها، المواد المحروقات اللي عم يدخلهم لالهم. شو عم يدخلهم؟ عم يدخل مواد اغاثيه، عم يدخلهم طحين، مواد زراعيه للمزارعين، عم يدخل مواد اغاثيه، عم يدخلهم سكر. الزملاء الذين نالوا ثقة زملائهم في هذه اللحظات العصيبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم إلى كل خير، وأن يجعلهم إن شاء الله أداة لخدمة الوطن والدين والقانون
بسم الله الرحمن الرحيم. بتاريخ 29/2 تمت انتخابات المكتب التنفيذي لهيئة محامي حلل بالأحرار، وقد تمت انتخابات في 4 مراكز انتخابية استنادا لقرار المحكمة المسلكية الذي قضى بإجراء انتخابات في الأرياف الأربعة، في الريف الشمالي والريف الغربي والريف الجنوبي، وكان هناك مركز رابع في مدينة حلب، وقد تم بناء على ذلك تشكيل لجان فرعية في كل ريف، وقد تمت الانتخابات كلها في يوم واحد وساعة واحدة، وتم في نفس اليوم فرز نتائج الانتخابات والإعلان عن أسماء الفائزين. واجتمعنا اليوم نحن كالمحكمة المسلكية لهيئة محامين حلب الأحرار، والناجحين بنتيجة التصويت المحامين الأحرار لذلك من أجل حلف الزملاء الناجحين، حلف اليمين القانونية والشرعية أمام المحكمة المسلكية. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن أقوم بواجبي، أن أقوم بواجبي بإخلاص، إخلاص اتجاه الدين والوطن والهيئة. قمنا بواجبنا خلال 3 أسابيع لإنجاز العمل، ونظرا للظروف الراهنة التي تمر فيها مدينة حلب وللهجم الشرس الذي يقوم فيها النظام، مما اضطرنا إلى فتح 4 مراكز: مركز بمدينة حلب، مركز بالريف الشمالي في مدينة عزاز، ومركز بالريف الغربي، ومركز بالريف الجنوبي. وقد تمت الانتخابات بشفافية عالية، وحضر معظم غالبية الزملاء للانتخابات حيث قاموا بواجبهم بكل أمانة وصدق، وتم انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي الذين كانوا من الثوار، والذين نأمل بإذن الله أن يقوموا بواجبهم بكل أداء لتطوير هذه المهنة